طيب ايه اللي خلاكي، ايه اللي شجعك ان انتي تختاري موضوع الاكل؟ يعني انتي ليه مهتمة جدا بموضوع الاكل؟ انا اصلا بحب الاكل قوي، يعني انا شخص بيحب الاكل وبحب دايما اي مكان اروح اجربه لازم اصور الاكل اللي انا باكله، حتى لو رايحه مع اصحابي ناكل يعني ويك اند او حاجه، لا انا هصور كل التيبل اللي محطوط عليها الاكل دي. بحب برضو اجرب اماكن جديده، يعني اي مكان جديد مثلا مكان فتح لسه مش معروف قوي بحب اروح اجربه باخد الاكسبيرينس كلها واشوف هيعجبني ولا لا. فده اللي خلاني اتجه ناحيه الفود اكتر، اللي هو انا مش عايزه فاشن او مش عايزه حاجه لبس او حاجه، لا انا بحب الاكل وهكون شاطره في ان انا اصوره اطلع الصور بطريقه حلوه تخلي الناس تتشجع ان هي تروح تجربه زيي وهكذا. طب احكي لنا على اول تجربة او اول مرة قررتي ان انتي تنزلي تصوري مكان، كانت التجربة عاملة ازاي؟ انا كنت خايفه شويه وكنت مش فاهمه هو انا المفروض اعمل ايه. كان المكان في المعادي، كلمت صاحبتي قلت لها بصي احنا النهارده هنروح مكان كذا وهنروح نصور فيه، فقالت لي يلا، وهي شجعتني قوي ورحنا ساعتها وصورنا وكل حاجه. بس انا كنت مبسوطه ان انا بصور وبعمل حاجه بحبها، وفي نفس الوقت كان في دماغي بقى طب انا هروح اعمل اديتس ازاي، طب انا هعمل فويس اوفر على الفيديو ازاي. كان برضو اللي هو بالنسبه لي اول مره، اول اكسبيرينس دي بتبقى مختلفه وبتبقى اللي هو انا مش فاهمه، غير بقى دلوقتي اللي هو انا خلاص فاهمه اللي انا هروح ببقى مثلا رسمة خطة انا هروح اصور حاجة او مثلا هعمل ستوري معينة عشان اوصل للناس الفكرة بتاعت المطعم، لو مطعم مثلا اكله مش مصري او كده. بس بدأت بقى ان انا اصور واروح ابقى خلاص انا عاملة بلان في دماغي ان انا هحط الشوت ده قبل الشوت ده عشان الستوري تبقى كاملة واضحة للناس. برضو بدأت بقى اعمل في الفويس اوفر زي قصص كده اللي هو اتراكت بيها الناس في الاول، اللي هو مثلا كان في مكان عامل شكل ديكوريشنز طيارة، طب ازاي اشد الناس ان في مكان مطعم عادي عامل يعني الكراسي بتاعته كل ديكوريشن طيار، ازاي اشدهم لحاجة زي كده. بس طيب انتي لما روحتي تصوري اول مرة، الناس اللي في المطعم كان انطباعهم ايه عنك؟ يعني عادي متعودين الناس بتيجي تاخد صورة، لكن واحدة عمالة تصور الاكل وبالتفاصيل وبتطلبي مثلا اصناف كتير عشان تصوري، كان انطباعهم ايه؟ وكانوا بيشجعوكي ولا كانوا بيقولوك لا انتي ليه جاية تصوري، او بيخافوا من الموضوع ده؟ بصي، هو مين الناس لما بتشوفني بصور في اي مطعم، مش حتى مش اول مطعم، هو بيستغربوا اللي هو هي بتعمل ايه، كل الناس بتبقى قاعده بتاكل مع نفسها وانا واقفه مثلا سي وماسكه الرينج لايت بقى وبفوكس على الاكل، اللي هو مش تصوير كده عادي، لأ انا اصلا عندي ضمير فكره التصوير دي، فبحب ان انا اخد شوت لكذا حاجه واقرب واطلع فوق التيبل كده صور جامد. فالناس طبعا بتفضل تبص كده هي بتعمل ايه، وطبعا في ناس مش فاهمه وفي ناس اوريدي خلاص فاهمه ان دي اكيد بتصور او تبع ماركتنج للمكان، فبتصور لهم شوتس للاكل عشان تنزله على الاكونت او حاجه. وفي ناس بقى بتقعد تبص اللي هو وسايد توكس بقى اللي هو هي في ايه اللي بيحصل كده. بس ساعات انا كايسر ممكن اتضايق شويه لما الاقي ان الناس كلها بصالي وانا بعمل الحاجه دي، مع اني انا ببقى مبسوطه ان انا يعني اتس ماي ورك، بس في نفس الوقت ببقى اللي هو حاسه ان انا متنشنه اللي هو كله باصص لي، وسبيشالي المكان لما بيكون فانسي والدنيا مثلا مضلمه شويه وانا واقفه بقى بالرينج لايت وعلى التيبل نفسها وكله. والمطعم مش بيتضايقوا لا مثلا لا ان انت بتعملي كده، ولا هم اللي بيكونوا طالبين منك ان انت تيجي يعني ساعات تصوري؟ كده وساعات كده، ساعات اوكي. انا ببقى رايحه انا عايزه اجرب المكان ده عشان هو تصويره هيبقى حلو وحاسه ان هو هيعجبني، بس هاخد الاكسبيرينس اشوف اصوره وانزل الريل ولا لا. ساعات بتبقى انفيتيشنز مثلا من مطاعم بيبقى اوريدي خلاص المطعم كل الستاف عارف ان ايسل جايه النهارده هتصور، فبيبقى عندهم اصلا باك جراوند ان انا كده كده جايه. غير بقى لو مطعم اصلا هو بيتفاجئ ان انا بطلب كميات وفي نفس الوقت مطلعه بقى رينج لايت وبتصور، هم بيبقوا مش فاهمين. بس ساعات مثلا الريتيل يقول لي هو انت بتصوري حاجه، اقول له انا بس باخد شوز كده عشان بتبقى حاجه ليا، يعني يقول لي تمام اوكي وبي ويلكم مي قوي، بيبقى تمام. بس فيها بتبقى على حسب المكان عارف اصلا ان انا جايه ولا لا. طب احكي لي على اول فيديو نزلتيه، كان انطباع الناس ايه؟ الناس اللي تعرفك، الناس اللي ما تعرفكيش، جالك فيدباك ايه؟ يعني احكي لي كده عن التجربة الاولى. اوكي، ده اكتر فيديو او اكتر ريل انا خلاني اكمل اصلا. بالنسبه لي الموضوع كان جديد، انا ما كنتش عملت ريفيو المطعم، كان صحيت الصبح قلت هعمل شوتس كده خفيفه للفطار وانا بعمله. انا عندي كلب اسمه ماكس فقلت هطلعه برده في الريل كده تبقى حاجه كده خفيفه يعني الصبح. المهم صورت الريل كله وعملت فويس اوفر يعني كان هادي قوي وسونج كده خفيف الصبح ونزلته. كنت خايفه قوي الناس ما يعني ما تبصلوش او تشوف اللي هو ايه ده، او يعني اللي هو ما تركزش معايا. لقيت بقى في تشجيع من ناس انا اصلا ما اعرفهاش، يعني غير صحابي طبعا، بس في ناس يعني على السوشيال ميديا انا ما اعرفش مين دول ولحد دلوقتي طبعا عرفتهم يعني. لقيتهم دخلوا عامه كيب جوينج، انت شاطره قوي، صوتك هادي بيوصل الفيديو بطريقه حلوه، ريحتي لي اعصابي لما شفت الريل، اتبسطت لما شفت الكونتنت بتاعك.
ولقيت تشجيع بطريقه فعلا مش طبيعيه، ده خلاني فعلا اكمل. يعني انا كان ممكن يجيلي احباط لو لقيت اللي هو بعد ما انزله ما لقيش اي تشجيع او بس حاجه. انتي لسه وقتها ما كنتيش يعني مشهورة على السوشيال ميديا او كده، كان الاكونت بتاعك عادي على اصحابك ومعارفك وبس، كان في 1000 كان فيه 1000. بالظبط وبعدين الناس ابتدت بقى تشير الفيديو ده لما لقت ان انتي بتعملي يعني ريسيبي. ريفيوز او ريسيبي الاول وبعدين ريفيوز على مطاعم. بالظبط. طيب قولي لي، نفترض ان انتي مرة كنتي في مطعم وكنتي بعد ما طلبتي الاكل كله وخلاص وصورتي معظم الحاجة، جيتي بقى تدوقي الاكل لقيتي الاكل مش زي ما انتي كنتي متوقعة، بتعملي ايه؟ اوكي، انا عامة لما بروح اجرب مكان وما يعجبنيش خلاص بكتفي بالتصوير اللي انا صورته للمكان ده لنفسي، اقول خلاص انا مش هنزل ريب، مش هنزل ريفيو كامل، اقول المكان ده يا جماعة وحش ما تروحوش، لان انا ماشية بكونسبت. الكونسبت ده ان هو ممكن الاكل يعجبني وغيري لا، والعكس ممكن المكان شخصي يشوفه بيرفكت ما فيهوش اي غلطة وانا لا، لان الاكل اذواق. فانا مش هينفع اضر المكان واقول ان هو يا جماعة وحش محدش يروح يجربه، لا روحوا جربوه، خدوا الاكسبيرينس زي ما انا خدتها وشوفوا هيعجبكم في الاخر ولا لا.